بأسوي دكتوراه، بس أعرف أهلي ما بيرضون ولا بيطيعون إني أسير لندن، وأنا أبغى أسير. شوفي أنا لي وجهة نظر أخرى، صح لك الحق إنك تسيرين، لك الحق، ولكن سوي الشيء. عندك حلين، يا اما انك انت تقنعينهم وايد، يبينك حد يمون عليهم، هم وايد يحبونه، اذا سالهم قال لهم ودوها بيوديك بيوديك. حاولي انك انت تحصلين حد يقنعهم بالاقناع. ما قدرتي، انا اقول ربك يختار لك دائما الخير. دوري على مكان ثاني في بلدكم اللي فعلا بترضيك من ناحيه الدكتوراه. صح احتمال، ان احتمال مع ان جامعاتنا وايد وايده منها ممتازه، احتمال ان اللي برا الخبره مختلفه، نعم، ولكن انت تسوين بما يرضي الله والضمير، وانت صبرتي كل هالوقت تبين الله يبارك لك يطرح لك في الدكتوراه، ما يستوي ينبنى على غضب وزعل امك وابوك وخوفهم عليك. ادري انا بتقولين عادات وتقاليد، وادري ان الناس كلها شيء عندكم، ولكن انا اقول لك انك انت دام ان الوالد الوالده ما عنده، انت مو بساندينك في هالموضوع، انا اقول تراجعي خفي، وان شاء الله وينوي فيها الخير، والله ان شاء الله بيعطيك الخير.